تكبيرات مسجد قباء في طريقنا إلى مسجد قباء. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وصلنا بالوقت المناسب، الآن حيبدأ صلاة العيد ما شاء الله. ما شاء الله، شوف الأعداد، هذه الجهة الشرقية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين المأمومين مقدمين على الإمام، وهذا للضرورة يعني في المذهب المالكي يجوز، جائز عنده. فديننا دين الحقوق يا عباد الله، وأعظم حق على الإطلاق حق ربنا سبحانه وتعالى، حق عظيم الرحيم الجواد الكريم القوي العزيز الخالق الرازق الرزاق الذي أوجدنا. بالله عاشت تبغى تعرفين المواقف الخلفية فين؟ فما من خير نحن فيه إلا وهو من الله مبتدأه ومنتهاه، وما من شر فقينا منه إلا كان الله المنعم بالوقاية منه. فحقه علينا أعظم حق عرف وأشرف فرض وصف، وحق الله هو توحيده سبحانه، فلا يصرف شيء من العبادة قليل أو كثير لغير الله عز وجل. فكل الخلق عباد لله، والله هو المألوه المعبود سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن
عمران. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم يأتي بعد ذلك يا عباد الله حق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه حبيبي الى عمرك بخير ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك حبيبي. والحذر من البدع ومحبته فوق كل محبه سوى محبه الله. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا الفين احدكم منتكئا على اليسته يأتيه الأمر من أمرين ما أمرت به أو نهيت عنه فيقولون لا ندري ما وجدنا في كتاب الله شرعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. ومن أعظم الحقوق عباد الله حق الوالدين. فالوالدان نعمة عظيمة من الله. والله يا قوم من أنعم الله عليه ببقاء والديه أو أحدهما ولو كان ضريح الفراش إنهما في نعمة منا لا يدرك حقيقتها إلا من فقد والديه أو أحدهما. وحقهما عظيم. وتباركما أن لا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا. إما يتولى عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام عليكم. من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ يلا يلا هاي تعال يا شباب. الحمد لله أخذناكم بجولة في محيط مسجد قباء ما شاء الله أثناء الخطبة خطبة العيد ما شاء الله. الناس الآن بيتعانقوا بيتبادلوا التهاني. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب ما شاء الله.
هنا في متحف جديد فتح. فين عبده؟ صراحة ما دخلت عليه، لكن نسمع انه بتذاكر، ومتحف يعني يجعلك كأنك تعيش في العصور القديمة، اسمه الرحلة إلى قباء، يعني تقريب لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصوله إلى قباء. هذا اللي موجود في هذا المتحف أو هذا المعرض خلينا نسميه. الآن نحن في الجهات الغربية تقريبا لمسجد قباء، هذه الجهة اللي فيها مزرعة المستضر في هذه الناحية. مشكلة ما حقدر أصور كذا، خلينا نروح من جهة ثانية ونصور لكم بإذن الله. كذا ما شاء الله، كذا صار الوضع أفضل من هذه الناحية ما شاء الله. الناس أيضا بياخذوا صور تذكارية ما شاء الله. سلام يا سلام. أجواء طيبة مباركة من مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. والله عيد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. نرجع كده لورا عشان نصور لكم المسجد بشكل كامل. ما شاء الله الإخوان كده بياخذوا كمان صور تذكارية ما شاء الله. مبسوط بالصوت ما شاء الله. جزاهم الله خير على التنظيم، تنظيم طيب، ما كان في يعني أي مشاكل إلا طبعا موضوع السيارات طبيعي هذا الأمر، الناس يجوا على قباء وعلى الحرم أكثر شيء، فكان في ازدحام، ومع ذلك الحمد لله الأمور مرت على خير الحمد لله. بالله كيف الاحتراف، احتراف أبو ريالين ما شاء الله، الكل فرحان والكل مبسوط ما شاء الله، إلا هذا الولد جالس يبكي خايف من الطيور ما شاء الله ما شاء الله، حتى الحمام ما شاء الله مبسوط. سلام يا سلام. تبارك الرحمن أحسن الخالقين. خلاص احنا كده انتهت تغطيتنا وراجعين إن شاء الله إلى سيارتنا اللي وضعناها في مكان ما شاء الله يبعد ما أدري كم كيلو. إذا حبينا بس ننقل لكم الأجواء، هو ذاك الولد الزغنون، أتوقع لو كذا تجمعوا 10 طيور بيشيلوه ما شاء الله ما شاء الله.